هي عملية نموذجية بامتياز، طائرة ثانية خفيفة ثانية خصصتهما وزارة الفلاحة هنا بضواحي برشيد لرشي أدوية خاصة على الحقول الزراعية التي أصابها مرض الصدى البني والصدى الأصفر والسبتوريا. بالقاسم فلاح بالمنطقة استثمر 10 ملايين سنتيم لزراعة 30 هكتارا من الحبوب ليكتشف أن محصوله في تراجع. باش ولا هذا المرض هذا؟ شي 15 يوم طاحت الشتاء وطاح مع هذا المرض. وجيت نتسالى انا الفلاحه ديالي تلقيت هاد الصفار هذا بحال الصداع بحال. هذا المرض الذي اصاب العديد من الحقول الزراعيه في المغرب يؤثر على المحصول الزراعي بنسبه 30%، ومن اسباب انتشاره حسب اهل الاختصاص كاين اولا كيخص تكون الظروف الملائمه، ثانيا يكون وجود الفطر، ثالثا تكون يعني عدم المقاومه يعني انواع حساسه. بالنسبه لهذا مقاومه هذا امراض والطرق اللي تستعمل المعهد الوطني للبحث الزراعي هي الطرق بعدا جينيه، ان تنحاولوا نوجدوا اصناف مقاومه جينيا، وكذلك تنديروا ما يسمى بالمدارس الحقليه في عده مناطق في المغرب. أزيد من 4 ملايين هكتار من الحبوب بالمغرب هذا العام في مستوى جيد بفعل التساقطات المطرية، لكن ظهور مرض الصدى البني قد يؤثر على هذا المعطى، لهذا تم تصدير استراتيجية خاصة. استراتيجية المحاربة هو دابا أولا هو كالمصالح ديال المكتب الوطني للسلامة الصحية اللي كيقوم في جميع الجهات يعني بترقب يعني بواحد لا بروسبكسيون ديال هذا الحقول ديال الفلاحين باش كيعرف فين كيمكن يظهر هذا المرض، لأنه مع الظروف المناخية كيمكن يظهر في واحد المنطقة ماشي في منطقة أخرى. عملية رشي الأدوية بواسطة الطائرات التي انطلقت من برشيد ستشمل ثلاث مناطق أخرى، يتعلق الأمر بجهة فاس سيس ومنطقة زعير وجهة الغرب شراردة بن حسن، وينصح المختصون الفلاحة بزيارة المراكز الفلاحية للاستشارة عند ظهور أعراض هذا المرض.